طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. Today we'll continue talking about steps of history taking. تكلمنا عن البيرسونال داتا، والليله هنتكلم عن شنو؟ البريزنتنج سيمبتومز. والبريزنتنج سيمبتومز يعني دائما تكون ان short words, short sentences with the patient words. يعني انت اكتب انه المريض قال لك شنو. يعني simple words. نمرة اثنين اللي هي ال presenting complaints عادة brief. يعني مثلا نمسك انه presenting complaints the patient came with complaining of fever. قال لها مثلا 5 days. انت بتكتب fever 5 days. الثاني قال cough. three days. مثلا قال عنده chest pain. قال 2 days. These are the main presenting symptoms or complaints. يعني ما فيها ديتيلز في المرحلة دي، ما تعمل أي ديتيلز. مرات المريض يا جماعة بيتكلم ليك كلام كثير. أنت listen to your patient و write أو take only the major symptoms. مثلا الفيفر دي هو ما حيقول لك عندي بس حمى، لا، حمى ووجع راس ووجع كلام كثير. لكن في المرحله دي انت اكتب شنو؟ المين سيمتومز. طيب دي المرحله دي يا اخواننا واضحه؟ History of presenting illness. المرحله الثانيه History of presenting illness. ودي details about the presenting complaints. يعني مثلا انا في البيشن ده هنقول the patient condition، وعادة بنبدأ بالحاجة شنو؟ القديم، وبنجي شنو؟ للريسنت. The patient condition started 7 days prior to his arrival. Complaining of fever. يعني دائما الهيستوري اوف بريزنتنج إلنس ببدأ بالجملة دي. The patient condition started مثلا 7 days prior to his arrival. لو في المستشفى تقول prior to hospital شنو؟ admission complaining of fever. اها الفيفر دي يا جماعه عندها حاجات كثيره لابد ان تذكرها عشان بعدين نعرف which type of fever it is. كويس؟ فالفيفر low grade, moderate or high grade. كويس؟ في فيفر في intermittent وفي continuous. مثلا example يعني intermittent معناها متقطعة، تجي ترتفع تصل للبيز لاين وتاني شنو ترتفع. intermittent fever.
or continuous fever. طيب دي النقطتين المهمات في شنو؟ في الفيفر. طبعا انا لو قلت لكم سؤال what is the commonest cause of fever in our country؟ يعني متفقين ما فيها كلام دي مش كده؟ لو انت مثلا قلت لي انا سالتك السؤال ده قلت لك what is the commonest cause of fever in our country؟ وقلت لي مثلا tuberculosis هذول ما منطقي مش كده؟ عشان كده احنا دائما الفير الكومون ثينجز ار فيرست. فعشان كده ما دام الملاريا از ذا كومن كوز اوف فيفر بنركز على انه الملاريا الفيفر حقتها شنو؟ انترميتنت ولا كونتينوس؟ انترميتنت. ذاك الناس ما بقول لك ان حمى شنو؟ غبيه مش كده؟ كده ممكن تكون كونتينوس لكن الكومون فيها شنو؟ example اللي continuous fever ده شنو؟ لا لا التايفويد فيفر انتريك فيفر دائما انتريك فيفر تدي شنو؟ طيب انا الفيفر دي الاسوشيشن حقتها كده انتم كلكم جاتكم لاري في زول ما جاتهم لاري؟ طيب الكومن اسوشيشن شنو؟ اسوشيتد سويتنج ثاني رايجرز ثاني vomiting, nausea and vomiting, backache, headache مش كده؟ طيب ال headache حق ملاير بقول لك شنو؟ ها؟ periorbital periorbital شنو؟ headache. فعشان كده تقول my the patient condition started 7 days prior to his arrival with high grade fever intermittent associated مثلا with headache, sweating, backache and rigors. Chills. شنو rigors يا جماعة؟ What is rigors؟ ها؟ Shivering. How chills؟ ها؟ Feeling cold. مش كده؟ واضح يا جماعة؟ بعدها كان في vomiting في ابدومينال بين كلها كان بي اسوشيتد ويز ملاريا لكن انت بتذكر الحاجات الكومن كده انت انتهيت من السيمتوم الاولى واضح يا جماعه؟ ها؟ يعني هسه بعدين كان البيشن جاك وقال لك انا عندي فيفر وليها كده تقدر تعمل شنو؟ اناليسيس طيب other symptom قال عنده شنو؟ suppose يعني قال عنده شنو؟ كف وليها 3 days طيب الكف دي اهم حاجة فيها dry or productive طيب طبعا لو قال لك dry كف كده مهم ما في حاجة تانية بسأله منها كثير لكن نفرض انه البيشنت قال لك عندي برودكتيف كف البرودكتيف كف دي معناه في وين كافينج ها كف اب شنو؟ سبيوتم مش كده؟ طيب السبيوتم ده لابد في كاركتر محدده انك شنو؟ تعرفه الكلر الاودر ها علاقته بالبوزيشن وبعدك الاماونت كونتيننج بلاد اور نوت طيب اها الكف لو قال لك وايتش سبيوتم ده قد ما يكون فوقه مشكله لكن لو قال لك جرينش سبيوتم معناه شنو؟ معناه this is virulent sputum معناه ماشي مع شنو؟ infection مش كده؟ infection طيب بعد ذاك البلد البلد present of blood in the sputum اللي هو بقول شنو؟ hemoptysis
والهيموبتيسيز معناه بريزنت اوف بلاد في الكونتيننج شنو؟ السبيتم كونتيننج بلاد. البلاد ده مي بي ستريكس. ستريكس شنو؟ اوف بلاد. اور ات كود بي شنو؟ فرانك هيموبتيسيس. فرانك شنو؟ هيموبتيسيس. طيب ان جنرال، ان جنرال معلومات عامه، شنو الحاجات in which the patient can cough up sputum with blood. طيب اول حاجه don't say TB. يا جماعه don't say، اتفضل، don't say شنو؟ TB. TB is a abbreviation of for what؟ لا ما في tuberculosis. ايوه tuberculosis bacilli نمرة اثنين. All the patients they know this abbreviation. فانت لو في العنبر قلت لك، قول لي الهيستوري، قلت لي البيشنت، ها؟ وقلت لك الكوز اوف هناك كود بي شنو؟ قلت لي تي بي. البيشنت العنبر ده بكره تلقاه شنو؟ فاضي. يقول والله رقدوا معانا واحد عندي شنو؟ تي بي. عشان كده يا جماعه either تقول pulmonary tuberculosis or تقول pulmonary cough. pulmonary cough. ايوه. pulmonary cough. or تقول pulmonary tuberculosis. لكن عليك الله don't use the word abbreviation TB. نهائيا. never. طيب. اها ثاني. الزول يمكن يكون عنده بلد في السبيوتم، بتعرف شنو؟ ها؟ يس، لان كانسر. لان كانسر. طبعا احنا بنتكلم جنرال يعني. ها لان كانسر. كارسينوما اوف ذا لانج. ها؟ برونكو جينيك كارسينوما. برونكو جينيك كارسينوما. برضه البيشنت كان بريزنت شنو؟ ويز blood coughing with blood. اها ثاني ثاني يا جماعه برونكايتس. لا اها coughing with blood. مثلا patient عنده mitral stenosis. mitral شنو؟ استينوزيس. لما الميترال الميترال فالف يبقى شنو؟ ضيق. البريشر ويل بي ترانسميتد باك وورد وبمشي لحد اللنج وبحصل لك بريشر انكريز في اللنج واللنج حتبقى اللنج ايديميتس والبيشنت والكف شنو؟ اي سبيوتم طالع من الالفيولاي ويل بي فروثي. ويل بي شنو؟ فروثي. ولما يحصل انجري لسمول كابيلاريز ان ذا الفيولار وول ذيس ويل برودوس شنو؟ هيموبتيسيس. كافينج اب شنو؟ بلاد. واضح؟ ها ثاني ثاني زي شنو؟ بلونري انفاكشن. بلونري شنو؟ infarction. pulmonary infarction برضه زول يمكن يكون عنده كيس بين ويكون عنده كف فيها بلد. زي ثاني زي شنو؟ برونكيكتيسيس. زول عنده برونكيكتيسيس اللي هي abnormal permanent dilatation of bronchi. المهم دي كلها حاجات انت تعرفها وكل ما تمشي لقدام انت نوزل. لكن معلومات عامه دي اي بي سيز اوف ميديسين ما في شيء. واضح يا جماعه؟ يبقى الكف دي واضحه؟ يعني انت لما يقول لك الكف از برودكتيف يو هاف تو انالايز. اها برودكتيف كيف؟ في كف عندها علاقه بالبوزيشنينج. ها؟ عندها علاقه بشنو؟ زي شنو؟ مثلا لونج ابسس. لونج ابسس. الزول لو راقد على السايد حق الابسس قد ما يكون عنده شنو؟ كف.
لكن once lie on the other side الفلويد will شنو هي بحصل له هنا وبعدك he will شنو cuffing up. طبعا ال lung arteries عندها productive sputum with foul smell greenish sputum شنو الاكزامبل الثالث من الكومبلينز زول جاك بتشست بين والبين ده يا اخوانا عنده 5 او 6 كاركتر يو هاف تو نو خاصة التشست بين. طيب زول جاي عنده 70 years old male diabetic hypertensive came with chest pain. كده اول حاجه كده قبل ما يعني هو بس من جاك خاشي قال لك يا اخي انا جاء سويتي وتعبان وقال لك يا اخي انا عندي chest pain عمره 70 سنه وهايبرتنسيف ودايابيتيك انجينا بيكتوريس. طيب انجينا دي باسكول لكن انا داير المور اللي هي دي بقولها اكيوت كورونري سندروم. اكيوت كورونري سندروم اللي فيها الانجينا وفيها الام اي مش عشان كده يا اخوانا الكيست بين ده واحدة من الحاجات اللي انت لابد تكون فاهمها كويس. الست حاجات اللي انك يو هاف تو لوك وكونسيدر اول حاجة السايت. السايت اوف شنو؟ اوف ذا بين. اوف ذا كيست بين. يعني قال لك انا عندي كيست بين. يو هاف تو اسك اباوت شنو؟ السايت. تيريتو ستينر كيست بين. شنو؟ ريترو استيرنال كيست بين. وفي بين لاترالي وفي بين بيزل. المهم يو هاف تو ايوه المهم انت ريترو استيرنال ده هو السب استيرنال ده. يعني يو هاف تو تيك شنو؟ الصايد. اثنين الكاركتر. كاركتر شنو البين حقه؟ في بين طيب استابي. شوف يا جماعة cardiac pain never استابي. cardiac pain دول تكون عنده cardiac pain due to MI ولا أي حاجة البين بيكون شكله شنو؟ أيوة crushing بعدين or banding or burning or it could be vague ما قادر شنو لكن لو قال لك والله عندي طعنه هنا يقول لا يعني انت يو فيل شنو يو فيل هابي لانه دي this is not a cardiac كويس فالفيتشر حقت البين مهمه جدا انك تكتب قال لك استعمل اكتب لي لكن دائما انت اولويز ركز على انه البين ان البيشنت ويرس يعني في بيشنت بيجي يقول لك والله انا شفت صدري ده زي شنو رابطني به وفي زول يجي يقول لك والله انا الاحشاء حقاتي دي زي في حاجه بتهرس فيه مش كده؟ طيب اها الراديشن راديشن اوف شنو؟ طيب البين ده ثابت في محله ولا radiating to other areas؟ وطبعا يا اخوانا الكاردييك بين في الام اي بالذات انه راديشن ممكن للور جو وشنو؟
الميديال بارت اوف شنو؟ ايوه ليفت. عشان كده انت برضو تاخذ المعلومه دي راديشن. ثلاثه ولا اربعه اجريفيتنج الريليفنج فاكتورز، الحاجه اللي بتزيده شنو؟ ودي هنا يعني يمكن تو سم اكستنت تفرق بين الام اي مايوكارد الاكيوت مايوكارد انفكشن والانجينا. انجينا البين يوجولي ما كل التايب الانجينا لكن يوجولي الانجينا البين اجريفيتد باي شنو؟ باي اكتيفيتي وريليف باي شنو؟ باي ريش. ذيس از جود. لكن لو قال لك انا البين حقتي شنو؟ كونستنت او بزيد بشنو؟ بالهنا لكن ما ريليف باي شنو؟ ريست. يتوقع تفكر بالام اي. واضح يا جماعه؟ دي لسه مش سته تقريبا؟ لا ما اربعه. السايد والكاركتر وطبعا في السيفيريتي اللي هي الشده حقت البين يعني مايل بين سيفير بين مودريت كده. السايد الراديشن اجريفيتنج فاكتور ريليفنج فاكتور دي كلها شنو؟ التسبيل. الحاجات دي لابد انك تكون انت مركز عليها. طيب انا كده انتهيت من شنو؟ من ال 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 الكومبلينس حقاتي. عملت لي هنا الانليز الثلاثه. لكن مثلا the cuff and the chest pain عادة symptom of what system؟ ها؟ ايوه cardio pulmonary مش كده؟ انا قبل ما نمشي من المحل ده انا I have to ask about other symptom of the pulmonary cardio pulmonary system. ال other symptom زي شنو؟ ها؟ shortness of breath ديزني ها؟ عشان انا بعدين عندي ستيب ثانيه ماشي عليها اللي هي سيستميك ريفيو. انا الكلام السيستم اللي ورا ذكرها في البريزنتنج كومبلين والهيستوري بريزنتنج الناس ما بنتعرض لها في شنو؟ في السيستميك ريفيو. طيب يبقى نحن ما دام عنده كف عنده كيست بين نساله من شنو؟ الشورتنس اوف بريث. اها ثاني بالبيتيشن. طيب وات از بالبيتيشن؟ يلا خلينا زول يقول لي وات از بالبيتيشن؟ فيري جود. نورمال هي تقول اويرنس بس. اويرنس اوف شنو؟ of the own heart beat. طيب انتم هسه يا جماعه كلكم في زول شاعر انه القلب حقه قاعد يضرب؟ المضخه دي شغاله؟ في زول شاعر؟ ارفع يدك. بتقابلني طوال. This is abnormal. يعني من حكمة الله انه النورمال هارت بيت كم يا جماعة؟ 72 بير مينيت. لكن ما في زول شاعر بالشغلة دي. Once you aware انه your heart is beating, this is abnormal. This is palpitation. ويمكن البالبيتيشن يكون زيادة أو شنو؟ أو نقصان خفقان مرات. واحد بيقول لك يا اخي والله انا شاعر انه قلبي ده ماشي شنو؟ ماشي يجي. ف البالبيت ها؟ الهايبرتنشن اهو البالبيتيشن دي حاجات كثيره. الفيفر تعمل ولا لا بتعمل؟ الكيس بين بعمل يا اخي اقول لك حاجه
هسه احنا كان قلنا يا جماعه والله اسمع في زول بابا حصلوه This is normal physiological phenomena. ماشي ده؟ لكن في other causes abnormal. According to the underlying. لكن انت لو قاعد زي قاعدتك معانا والمحاضرة حقتها دي ونسة عبارة عن ونسة. You are not in stress. You are not feeling any anger. ما عندك أي نايم. Relax. ما في حاجة بتخليك انك تشعر بانه شنو؟ Your heart is beat. واضح يا جماعة؟ يبقى ديل الحاجات ديل ومعاهنا الاسوشيشن احنا خلاص انتهينا. نجي للستيب الثاني اللي هي سيستميك او سيستم والسيستم ريفيو مين سيرفي اوف سيستم نوت انفولف ان ذا بريزنتنج illness. يعني مثلا الجاسترو انتستينال تراك ما ذكرناها هنا في ما ورد ذكرها في اي حال من الاحوال مش كده هنا في الجي اي تي ولا الجاسترو انتستينال تراك زي شنو السيمتوم بتاع الجاسترو انتستينال تراك زي شنو يعني شنو ديريا فوميتنج كونستيبيشن ابدومينال بين نوزيا لو ديل كلهم ما في تقول no symptom related to gastrointestinal tract مش يعني ما عنده زول ما عنده اي شكوى عندها علاقه به طيب ثاني جينيتو يورينري سيستم low in pain burning micturition بوليوريا ديسيوريا دي كلها سيمتم عندها علاقه بشنو؟ اي عشان كده برضه بتسال منها لو لقيت واحده فيها بتذكرها وبتعمل معاها تعمل لها حبه شنو؟ اناليسيس ما تدينا لها معلومه بير ساكت لا ادينا لها حاجه ان ديتيلز. السي ان اس سنترال نيرف سيستم يعني ما طبعا الهدف ما يعني يمكن من هنا لكن لما جرى لكن مثلا convulsion loss of consciousness seizures والحاجات دي abnormal movement وكده مش طيب دي عشان تعمل شنو؟ تعمل survey للأذر symptoms which are not mentioned in the history of presenting illness واضح يا جماعه؟ كلير لحد الان يا جماعه طبعا الستيب دي كلها حنطبقها لكن في زول ما في نقطه في النقاط دي ما واضحه اها نواصل اها نواصل ولا طيب جانا طيب باث ميديكال هيستوري هيستوري فروم ا بيشنت فروم ادلت بيشنت ادلت شنو؟ بيشنت في الباث ميديكال هيستوري في كونستنت ثينجز وفي انكونستنت في حاجات دي كونستنتلي يو هاف تو اسك اباوت اللي هن حاجتين باث ميديكال هيستوري اوف هايبرتنشن اند دايابيتس يعني اي هاف تو شنو اي زول ادلت يعني ادلت هو طيب الكومبلين حقاته انا بنسال انه ار يو هايبرتنسيف اور دايت لو قال لك انا اي ام ا هايبرتنسيف بيشنت يو هاف تو اسك فور هاو لونج
والفولو اب والتريتمنت وكم نوع من التريتمنت، سنجل دراج يعني مونوثيرابي ملتيبل دراجز وكده. ان بريف الحاجات دي كلها شنو؟ ان بريف مثلا تقول ماي بيشنت از نون تو بي هايبرتنسيف فور ذا لاست 5 ييرز اون ريجولار ميديكيشن اند فولو اب. خلاص يبقى الحاجتين اللي يو هاف تو اسك اباوت از شنو؟ هايبرتنشن وثاني. طيب الاذر كونديشن يو هاف تو اباوت ديبيند اون ذا بريزنتنج illness. فور اكزامبل نفرض انه البيشنت ده جاء البيشنت ما كان عنده كف، مش كده؟ كف طيب لو عنده كف في الباث ميديكال هيستوري بتساله من شنو؟ ها؟ ها؟ لا لا ايوه الرونكيا الازمه. طبعا يا جماعه دي فيها نكته، مش كده؟ فيها نكته. الحاجات دي بتجي حاجه مع البت بنتها طبعا، و تسألها هي عندها كف؟ ولما تيجي الباث ميديكال هيستوري ده تسألها من شنو؟ برونكيال شنو؟ أزمة. لو قلت لها بنتك دي عندها أزمة طوالة تقول لك شنو؟ طيب عندها حساسية بتقول لك هاي ما بدور البنات يقولوا عندها أزمة يعني فيها مشكلة؟ اها عشان كده تسأل من 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 شنو؟ البرونكيال الأزمة مثلا. في بيشنت جاك ويز جونديس، جاك شنو؟ جونديس وقال لك أنا عندي يلو سكلير يلو نيس of sclera and change in the urine color. معنى مور بروبلي زول دي عنده شنو؟ جونس. طيب في باث ميديكال هيستوري تسأله من شنو؟ ها؟ ها؟ لا انيميا هو ما بعرف عليك. لا الملاريا دي عليك الله تسأله من باسيتور اوف ملاريا. هو ما في زول ما عنده ملاريا. اها؟ ها؟ ما بعرف لك بين الهباتات، لكن بعرف لك حاجه واحده. ها؟ اول حاجه تسال من حاجتين. الحاجه السيمبل is there any past history of hospitalization؟ بسال من السؤال ده وما عنده جونس. قول لي قبل كده رقدت مستشفى؟ طيب لو قال لك نو السؤال الثاني يبقى ما في داعي له، اللي هو السؤال بتاع البلد ترانسفيوجن. يعني في بلد ترانسفيوجن تيكم ات هوم؟ في. فانا لو قال لي يا اخي انا ما في داعي اقول له يا اخي طيب اخذت دم؟ ده هذا سؤال ما ذكي. ما دام قال نو هيستوري اوف شنو؟ بلد ترانزيشن خلاص. واضح يا جماعه؟ طيب الزول ده برضه كان عنده كف ويز بلد مثلا. برضه الميديكال هيستوري الثاني تساله من شنو؟ ها؟ ها؟ بصلي الكحول. الكحول ده لسه الكحول ده بنجيله في محل ثاني. طبعا شوف التيوبركلوزيس برضه لو ده بنجيله في الفاميلي هيستوري. التيوبركلوز بنجيله شنو؟ في الفاميلي هيستوري. هسه في الباس ميديكال هيستوري ما
لكن المهم يا اخواننا انت يعني الحاجه ما ذكرت في ما تم عندها اي علاقه بالهيستوري اوف بريزنج النس ما في داعي تسال منها الزول. يعني زول جاك بفيفر ما عنده شورتنس اوف بريس ولا عنده كف ولا اي حاجه، تقول انت عندك ازمه؟ ما عندها علاقه يعني. مش كده؟ واضح يا جماعه؟ يبقى نحن كلنا بنتكلم عن شنو؟ الباث ميديكال هيستوري. الفاميلي هيستوري الفاميلي هيستوري برضه عنده حاجتين ثابتات، هايبرتنشن ودايابيتس، واخرى ما ثابته لكن تعتمد على الهيستوري بريزنت. يعني مثلا عنده كف البيشن في الفاميلي هيستوري حتساله من شنو؟ ها؟ طبعا يمكن تساله من الازمه، لكن برضه الازمه دي الا تجيبها لها بغيته بطريقه كده. وطيب وتاني غير الازمه تيوبركلوزز، لكن ها التيوبركلوزز ده ما في زول بيعترف انه في اسرتهم في واحد عنده تيوبركلوزز. ها تي بي دي ما قلنا ما تقولها تيوبركلوزز، عشان كده انت تجيبها ليه بطريقه شنو؟ ها؟ هاي بنوريك ليها هسه، بنوريك ليها هسه. اقول لها يا اخي طيب في واحد في الاسره بياخذ علاج لمدة طويلة، ها؟ علاجات لمدة طويلة. طيب ده حاجات في حاجات معينة زول باخذ ليه؟ لو قال لك يا اخي ما زول ده بدوه علاج كده يعني أربع حبات ببلحم في الصباح. عندنا واحد معانا في البيت عمنا ولا عمنا ولا حبوبتنا عندها حبوب كده كل يوم الصباح، قبال الشاهي على معده فاضيه بدوها الحبوب دي تبلح. ليش يعني؟ تريتمنت اوف توبركلوز. لكن لو قلت له يا اخي في زول في اسرتكم عنده توبركلوز عنده سل، ما بديك المعلومه لانه برضه بيعتبروها برضه هاي. فبرضه انت في الباث ميديكال هيستوري اسال من الاثنين ديل، واسال من حاجات يعني البيشنت ديل لو جاك عنده فيفر في داعي تقول له يا اخي في اسرتكم في زول عنده سيمتوم بتاع التيوبركلوزس؟ هو عنده جاب فيفر بس عنده فيفر لها ثلاثة يوم. واضح يا جماعه؟ طيب سوشيال هيستوري، السوشيال هيستوري دي فيها الباد هابتس. طبعا في ناس بيعتبروها ما باد لكن it is bad very bad bad habits اللي هي السموكينج سنافينج الكحول درينكينج الكحول كويس. طيب اثنين تسألوا الزول ده ساكن وين؟ كويس؟ يعني ساكن في زول ساكن في الدرج وفي زول ساكن في الصحوة. ماشي؟ طيب طبعا البيت فاميلي سايز طبعا في صورة مقلوبة مش كده؟ Those who are of high social class, they have few children. بيت تلقى له فوق ثلاثة، فوق اثنين، فوق واحد، وبالكثير أربعة. والبيت عمارة. في بيت very poor family عندهم 10 children. The elderly is 10 years and the younger is 2 months. فانت تساله من
الليفنج كونديشن وعدد الرومز الووتر سبلاي ايوه الانكم الانكم ده قصته عجيبه خلاص بتاع 10 ممبرز ديل لارج سايز مش ده ده رزق اليوم باليوم وذاك الملياردير عنده ثلاثة ولا اثنين ومليارين لكن الووتر سبلاي طبعا الووتر سبلاي دي الحمد لله ساووا فيها الجنوب كلهم بشنو؟ كاربو انا ساكن في الدرج تشرب بالكاربو ساكن هناك واضح يا جماعه نحن مرينا كنا في مستشفى الابيض ده معايا ريجسترال هوبس اوفيسر ميديكال اوفيسر وكوركه قاعدين مارين رجدنا واحده عيوز كده عمرها 65 ايرز وعندها اكوت مايوكاردال انفاركشن ام اي و ما هايبرتنسيف ولا ديابيتك ولا اوبيس ما المهم قلنا خلاص قدمنا لها العلاجات وثاني يوم جينا مرينا طبعا الريجسترار والله الميديكال اوفيسر الهوسر بقرا لي شنو الهيستوري ما ذكر لي حاجه كده اديناها العلاجات حقها ثاني يوم نحن جينا مرينا حاجه الليله كيف قالت لي والله الليله كويسه خالص وطالعين من العنبر نادتني الممرضه يا بص قالت لي والله الحاجه دي امبارح سيجاره ورا سيجاره ناوي لو اصبح لا حول ولا قوه خد الحاجه التاريخ اللي احنا كايسين لهم عارفين جيت هراجع يا حاجه حاجه فلان قالت لي اهلا يا ولدي قلت لها بتسجلي قالت لي والله الله يهديني عشان كده انت ما تقول لي دي في ميل ولا كبيره ولا صغيره اسال من شنو كل الريسك فاكتور يو هاف تو لوك ات ايوه هوي هنا في هسه بلبس لا لا دايرك هسه هنا وحده بتاع الشيشه اها شيشه مش كده فاخوانا السوشيال هيستوري مهم خلاص بعدين السوشيال هيستوري طبعا احنا ما قاعدين نهتم له لك يا جماعه والله مهمه خلاص يعني انت لما تعرف لك بيشن ام فيميل مثلا وراكده معاك باي النس لكن المهم البيشن ده هاز بين ايسوليتد فروم هير شنو فاميلي فور اوايل معاك في المستشفى يو هاف تو ثينك انه البيشن دي عندها 5 اطفال اكبرهم مثلا 5 ايرز واسعارهم له مفطوم يا دوب يعني انت يو هاف تو بي امباثيتك وذ شنو وذ ذيس فاميلي وتفهم انه الاطفال دي هسه وضحوا شنو قاعدين معهم وبرعاهم منه الاب هنا قاعد بمارض فيها هي اهو يعني يو هاف تو يكون عندك بعد اكثر من شنو من المريض حقك دي الجانب بتاع السوشيال وفي الدول المتقدمه طبعا طوال بيرسلوا في حاجه السوشيال وركرز بيمشوا وبيشوفوا الفاميلي وبيشوفوا الكونديشن وكده مش كده يا جماعه؟ عشان كده احنا الموضوع ده لا وي هاف تو طيب اخر حاجه الدرج هيستوري
احنا اذا عم نسال من الرجي تو بنسلين، وعندما كانت لان موضع يعني البنسلين هو كان الدواء الوحيد، وزاد وولف ما عارف اعطى كم وحده بتاعت مليون وحده انسولين بالعضل بعد اختبار شنو الحساسيه، لكن نو لونج هسه. هسه احنا بس تسال البيشنت من سؤاله Are you on chronic medication أو long term medication الحقيقة long term medication؟ الإجابة يمكن تكون no أو تكون yes. I used to take pills or drugs for my hypertension for the hypertension. السؤال الثاني Are you known يعني any drug do you know any drug to which you have allergy؟ عندك اي واحده من الادويه عندك منها حساسيه؟ يعني في ناس طبعا عندهم سلفوناميد مش عندهم منها حساسيه، يعني بتاخذ المعلومه دي. واضح يا جماعه؟ ده السؤالين you have to ask. اخر حاجه you have to summarize. والسمري دي عشان لو زول بس اديته السمري دي هو خلاص، يعني ما يقدر تقرا له كل الكلام. فانا بقول مثلا 70 years old male he is a farmer came complain of cough fever for the last 20 days. There is no past history of hospitalization, not hypertensive or diabetic. Family history was unremarkable. Social history, he belonged to low socioeconomic status. He is not alcohol consumer or cigarette smoker. Now he is, لو أنا عارف الدرج نقول ما عارف الدرج. Now he is on oral syrup. Summary. ما فيه كلام كثير. واضح يا جماعه؟ طبعا شوف يا اخوانا الشغله دي will be learned by repetition. كلما تمارس الشغله كلما بقت لك حاجه سمبل وعاديه جدا. طيب انا هسه كده تمينا الستبس بتاع الهيستوري تيك. المطلوب you have to go and look at your book. امشي شوف الكلام ده فوق زيادة فوق نقصان عشان انت تجي تعمل لي شنو فيدباك. كان في حاجة زي ما هسه الدور اللي فات دكتور مقابل ده قال لنا معلومة ورددنا عليها، فانت امشي برضو فتش عشان الدور الجاي نجيب واحد يمثل لنا دكتور، ومنجيب واحد يمثل لنا شنو مريض، ومنخليه ياخذ منه الهيستوري. يعني احنا المريض نختار الزول اللي بيمثل المريض ونحن نديه الكومبلينس حقه. انا بقول له يا اخي انت عندك كده كده كده، نختار لكم ليه ما يكون الكومبلين الكعبه دي. وبعدك نشوف انه الطبيب الشاطر ده ياخذ المعلومات كيف. بعدين اخواننا history taken will start from the door. ونحن برضو ممثل لك هنا الحاجات which is wrong والحاجات which is wrong. مش كده؟ always انا بقول لكم انه الشغله is a communication. ده سلاح ذو حدين، استعملته كويس ما استعملته كويس ده بدخلك في مشاكل خاصة مع المريض. وبعدين احنا بنعمل برضه هنا بنشوف رول بلاي انه في دكتور شغال بالتليفون حقه والمريض خشه وجنب جنب يا حاج
وهو شغال هنا، او يتونس. هاتي بتونس دي مع امنه دي خليت. والمريض جه جنبي حاجة دي كلها نحن بنمثلها هنا، والناس اتفق على انه this is abnormal behavior mal communication. واضح يا جماعة؟ يلا خلاص نحن الحاجات كلها جاهزات، الدورة الجاية نحن بننادي اي زول نقول له تمثل لنا كده وانت تمثل لنا الدكتور، مرة دكتورة ومرة دكتور، والمريض مرة ميل ومرة فيميل. وبعد ذاك نخلي اي واحد فيكم في ظرف اسبوعين يعمل لنا هيستوري من المستشفى، من المركز الصحي، من اي محل، وبجمعوا لنا. حتى بعد ذاك مرات بنناقش يعني حالتين ثلاثه كده، بنخليها يقراها لنا هنا قدامكم، وانتم ما تدوا الدرجات، ما حنديهم. نقول لكم الزول ده نديه كم درجه؟ من 20، لكن تبقوا ايوه كان زول خمسه. قول له يا اخي والله ده دي خمسه بس. واضح يا جماعه؟ اني كويتشن دكتور المقابل. طيب السلام عليكم.